هكذا نعرف لانزاروت، المحيط الأطلسي أمام الباب، بينما تمتد البراكين الكاحلة القديمة على مد البصر في الأفق، وتلمع البيوت بلون أبيض ساطع. وبعيداً عن الساحل تقع في وسط الجزيرة بلدة لوس فايس وبيت أودا ويايو فونتس دي ليون. السيدة الألمانية وزوجها الإسباني تعرفا قبل أكثر من 30 سنة على جزيرة لانزاروت، واليوم يؤجران منازل ذات طابع خاص في أرياف الجزيرة. المميز لهذا المنزل أنه يقع تحت الأرض في معظمه. ما ترونه هنا هو صهريج قديم كان يستخدم لتخزين المياه سابقا، وقد حولناه إلى منزل قروي صغير. لمئات السنوات كانت مياه الأمطار تخزن هنا تحت أحجار بركانية لتستخدمها القرية، أما اليوم فقد تحول المكان إلى مسكن، وتم ذلك بالصدفة. لم نكن نعرف كم حجمه، فدخلنا من فتحة صغيرة في السقف واكتشفنا أن الصهريج ممتلئ بالمياه إلى نصفه. قلت لزوجتي هذا رائع، ما رأيك في أن نحوله إلى بيت صغير؟ وهذا ما فعلناه لاحقا. قسم المنزل إلى جزئين، حيث يكون الجزء السكني في الأسفل وحيز النوم في الأعلى. تم تركيب النوافذ حديثا، أما بقية الأشياء فقد بقيت على حالها أساسا. قررنا ألا نغطي الجدران بأي شيء كي تبقى على شكلها الأساسي، وقمنا بطلائها فقط، والنتيجة جميلة، فهي توحي بأن فنانا رسم أشكالا مثيرة عليها. وحتى الأعمال الفنية المعروضة في المنزل هي من صنع الجزيرة نفسها، فقد ولد يايو في لانزاروت وهو يفخر بذلك. هذا النحت للتنين مثلا هو من صنع الفنان المحلي خافير إبانيس. البناء الواقع فوق الصهريج يحتوي على الحمام والمطبخ. كان يهم الزوجين أن تتناسب هذه الإضافة المعمارية مع الطابع العام، فاستخدما الكثير من المواد الطبيعية الريفية الطابع، كما أن الضوء متوفر هنا بكثرة. خزان الماء مظلم جدا، وكان لابد أن يكون هناك ما يوازن ذلك في المنزل كي لا يكون البيت مظلما بشكل كامل. ولأجل أن يدخل الضوء من الخارج وضعنا الزجاج هنا ليحيط بكل الجناح. والضوء متوفر أيضا في حديقة المنزل الصغيرة التي تتوسطها نخلة كبيرة، إنها علامة المكان منذ عشرات السنوات، وهي التي دلت يايو فونتس دي ليون إلى الموقع في الستينات عندما استكشف الجزيرة مع صديقه المعماري سيزار مانريكي. هذا هو أحد البيوت التي صورناها آنذاك. هنا القرية، وهذا جمل مربوط بنفس هذه النخلة. إلى جانب ذلك يقع خزان المياه، والذي تبقى من ذلك الزمن هو الجنزير الذي ربط به الجمل بالنخلة. يؤجر الزوجان أودا ويايو فونتس دي ليون صهريجهما اليوم ليمكنا الزوار من التعرف على الجانب الريفي والهادئ لجزيرة لانزاروت.